يسأل. واحد يقول لدي سؤال، نريد يا رافضة تعطونا دليل عقلي من القرآن والسنة على أحقية أهل البيت بالخلافة دون الصحابة الأبرار الذين مدحهم القرآن. يا أيها الوهابي تقول رافضة، نحن نقول اسمح لنا أن نقول أنك ناصبي. نقول لك أنت إذا تريد دليل من القرآن فقرأ كتاب إمامك الحافظ أبو نعيم الأصفهاني ما نزل من الآيات في علي، بس الآيات التي نزلت في علي. وإذا أنت كنت عندك عقل، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأما من السنة فيكفيك قوله تعالى إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما قال كتاب الله وصحابتي. فإذا تريد قرآن وسنة فالدليل واضح قوي. وتقول مدح الصحابة، ما تستطيع تأتينا بآية فيها مدح مطلق للصحابة أبدا. تقولون أنتم أكثر آية صريحة في مدح الصحابة صلح الحديبية بيعة الشجرة، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. ولكن الآية ما هي؟ ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. مرة قريت الآية لوهابي، أنا تعمدت أن أقرأها غلط، قلت له لقد رضي الله عن الذين يبايعونك، قال لا لا ايش تقرأها كده، رضي الله اقرأها أشوف، قال رضي الله عن المؤمنين إذ، قلت لها يعني فيها شرطين، شرطين المؤمنين وإذ، شرط يكونوا مؤمنين يعني بيهم غير مؤمن، وإذ وقت الذي بايعوك فيه. على إيش بايعوه صحيح مسلم، بايعوه على أن لا يفروا في الحرب ولا ينازع الأمر من بعده. وإذن على هذا بيعتهم بهالشرطين. خب الحليبية السنة السادسة، السنة السابعة بخيبر فروا خرب الشرط، السنة الثامنة بحنين فروا وليتم مدبرين خربين الشرط. فإذا ما وفوا بالشرط، وأن لا ينازع الأمر أهله يعني من بعده. من هم أهل الأمر؟ أهل البيت ونازعوهم. فإذا من الأول الآية فيها شروط أيها الأخ.